غدا حين تكبرين ينحني ظهرك قليلا، تجاعيد عينيك. طمأنة الإعلامية اللبنانية رابعة زيات زوجة الإعلامي والشاعر زاهي وهبي محبيه على صحته، فنشرت على صفحاتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورة جمعتها بزاهي من داخل المستشفى، وعلقت عليها قائلة: الحمد لله زاهي يتماثل للشفاء، شكرا يا رب، شكرا لفريق الأطباء بمستشفى الجامعة الأمريكية ببيروت، شكرا للأحبة والأصدقاء والزملاء وكل من اطمأن وكتب كلمة طيبة، محبتكم، صلواتكم، دعائكم، نذوركم، شموعكم كانت الأكسجين الروحي والمعنوي، ليحفظكم الله جميعا. صار دورك تبكي. خرجك وحياة الله. صار دورك تبكي يا رابعة. وكانت شائعات عدة قد انتشرت مؤخرا حول تدهور الحالة الصحية لزاهي وهبي ورحيله، إلا أن زوجته رابعة زيات كانت لهذه الأخبار بالمرصاد، حيث كتبت قائلة: زاهي بخير، لا تصدقوا الإشاعات. الناس بتفكر أنه شاعر يعني صبح قصيدة والمساء قصيدة، مش هيك الحياة. آخر شيء في لتعود وتكتب من جديد: صاحب الشائعة هو أيضا مريض، ومرة جديدة لا تصدقوه، زاهي في وضع أفضل ويتجاوب مع العلاج، وبدعائكم ومعونة الله سنمر من هذه الأزمة. وتعتبر قصة حب زاهي ورابعة من أجمل قصص الحب التي تحمل عنوانا للرقي والجمال، فكانت رابعة زيات تسكن في أفريقيا قبل أن تتعرف على زاهي وهبي، لكنها كانت من أشد المعجبات به وتتابعه في برنامج خليك بالبيت وتتمنى التعرف عليه. رابعة تقول أن التعرف على زاهي كان واحدا من أحلامها قبل الدخول إلى المجال الإعلامي وسعت كي تلتقي به. تواصلت رابعة مع أحد الأصدقاء المشتركين بينهما وطلبت منه أن يعرفها على زاهي، لكن الأخير اعتبر الأمر عاديا لأنه يحصل معه كثيرا أن تطلب إحدى المعجبات اللقاء به، فلم يعطي ذلك أهمية. بعد فترة عاد زاهي وتواصل مع صديقه وسأله إذا ما كانت هذه المعجبة لازالت تريد اللقاء به، فكان الانسجام والمودة والاحترام بينهما منذ اللحظات الأولى واضح. كانت علاقتهما دائما بعيدة عن الأنظار ويحرصان على اللقاء بأماكن بعيدة عن أعين الفضوليين، حتى أنه عندما أعلن حبه لها كان في برنامج مايسترو دون أن يضعها في أجواء خطوته سابقا. إنه هي عاشت فترة بأفريقيا وكانت تتابع خليك بالبيت، ويبدو كانت معجبة بمقدم البرنامج. يبدو. وفي الوقت الذي طمأنت فيه رابعة الجمهور على حالة زوجها الصحية، أثار الممثل السوري باسم ياخور قلق الجمهور على حالته الصحية أيضا، بعد أن نشر على خاصية الستوري على صفحته الرسمية عبر إنستغرام صورة ظهر فيها وهو يستعين بأسطوانة أكسجين لكي يتنفس بشكل طبيعي، وحمل بيده ورقة كتب عليها كلمة شكرا: شباب صبايا مرحبا، من 11 سنة أنا ما جيت على هذا المكان. وأرفق ياخور الصورة بتعليق جاء فيه: شكرا من القلب لكل الأصدقاء الرائعين اللي وقفوا جنبي بهالأيام الصعبة بالماضي اللي مرقت، لوليكم ما كنت بعرف شو كان صار، بحبكم من قلبي. علامات استفهام عدة طرحها الجمهور بعد نشر ياخور هذه الصورة حول ما إذا كان يعاني من أعراض كورونا أم لا.